عرضوا عليا جائزة أوسكار عشان أخدها وأقول لهم على الوصفة دي، قلت لهم أبدا مش هطلعها لحد غير المتابعيني بس، وانتوا أمانة عليكم ما تقولوش لعدوكم عليها، الحبايب والقرايب بس بعتوها ليهم. بص يا ست البنات انت وهي، وبص يا شاب انت وهو، هتبعتي البيت لبنتك تجيب لك بخمسة جنيه فول وبطين كده الكلام حلو. بعد كده هاتي الطاسه بتاعتك او الجرير وحطي فيه مكعب زبده كده محترم، والمكعب بقى اللي انا حطيته مع الزبده ده عباره عن توم وفلفل احمر، ببقى ضربه عندي في الكبه وحط عليه شويه زيت وعناه في الفريزر، مكعبات بطلعه وقت ما اكون محتاجاه. تقدروا بقى تستبدليه بفصين توم وقرن فلفل صغير، بس اهم حاجه تفرمونه ناعم. وبعد كده بجيب كيس الفول بتاعي وبحط عليه رشه من الملح، والبطين بتوعي بقوم كده مرباهم بشويه فلفل اسود وشويه صغيرين برده من الملح، والبيض بقى زي ما نحطه ما نحركوش ولا يمين ولا شمال، شويه بقى جبنه كده كبشه حلوه من جبنه موتزاريلا على الوش، ولو عايزه تحطي جبنه رومي موتزاريلا قصدي شيدر براحتك ان شاء الله، لو هتجيبي الجبنه العالم وتحطيها براحتك انت، اللي عندك حطيه ما تقيديش نفسك باي حاجه، واللي عندك موجود في البيت وفي التلاجة احمد ربنا عليه، النهارده محدش عنده كيلو زيت حتى موجود في البيت، فاحنا كده نمشي الدنيا ونمشي الميزانيه. هي اي نعم واخر الشهر وبدايه الشهر شكله برده مش مبشر بالخير، بس نرجع ونقول يا رب الحمد لله عندنا الزيت احسن من غيرنا. وعشان بقى انتوا زي وحالتكم زي حالاتي وقع كده بدايه الشهر زي اخر الشهر، جبت لكم تطبيق بيكسب قاعد على السرير، ما عليك غير يا ست الكل ان انت تسيبي التطبيق شغال مع نفسه، وقضي مشاويرك وقعدي مع اولادك ذاكري معاهم من هنا لبكره الصبح، طول ما هو شغال طول ما هو بدخل لك فلوس. هسيب لكم التطبيق في التعليقات اهو، هتلاقوه عندي في البايو، البايو الصفحه الرئيسيه. يلا يجعل صباحكم هادي وربنا يرزقكم يا رب الرزق الواسع والحلال.